سيداتي وسادتي، اهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا الحواري نساء ونساء. حلقة اليوم نستضيف من خلالها الدكتورة نجاة العاصمي، مديرة مؤسسة محمد السادس للمعاقين، ملحقة كريم العمراني بأسفي. دكتورة نجاة، مرحبا بك في قناة أسفي الآن الإلكترونية من خلال برنامجنا الحواري نساء ونساء. من تكون نجاة العاصمي؟ دكتورة نجاة العاشوري طبيبة، هي مديرة مركز الوطني محمد السادس للمعاقين للملحقة الجهوية محمد كريم العمراني بأسفي. دكتورة نجاة، ما مدى فعالية مركز كهذا الذي تسيره؟ هذا المركز كما كتعرفوا تم التدشين ديالو من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ 2008، يعني عنده 10 سنوات ديال التواجد في الإقليم آسفي لتقديم خدمات جليلة ونبيلة لواحد الفئة من المجتمع اللي هي الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. دكتورة نجاة، ما الذي تغير بالنسبة لأصحاب الاحتياجات الخاصة بالمدينة بوجود مركز محمد السادس؟ التواجد ديال هذا المركز اللي هو تابع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، اللي هو بدوره تابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، التواجد ديالو في هاد المدينة بطبيعة الحال قدم خدمات كثيرة وخدمات ذات جودة لفائدة الأطفال في وضع إعاقة. من كنذكروا الخدمات كنقولوا الخدمات الطبية، الخدمات التربوية، الرياضية، الثقافية، الفنية، والتكوين كذلك التكوين المهني، اللي كلها الهدف منها هو إدماج الطفل المعاق في المجتمع. هل يمكن المركز في الحاجة الضرورية لهذه الفئة؟ بطبيعة الحال نقدر نقول لك واحد العدد اللي هو حسب الإحصائيات في المغرب كيتواجد 6.8% من المعاقين، يعني تقريبا 2 مليون المعاق. كما كتعرفوا عدد المراكز بحال هادو، كاينين 5 المراكز في المغرب ما يمكنش يلبيو الطلبات ديال 2 مليون ديال الاطفال في وضع اعاقه. كيف تتعاملون مع فئه حاجيتها التي لا تنتهي؟ الاعاقه كتشكل واحد الصعوبه في الاستجابه للمتطلبات ديالها، خصوصا ان غنقول لك على الاعاقه راه ما كتشملش واحد كاين الاعاقات المركبه. هذه الاعاقات المركبه كتلتزم ولا كت هذه الاعاقات المركبه خصها تداخل ديال مجموعه من المتدخلين. هنا في كتكمن الصعوبه ديالها. مثلا الاعاقه كتحتاج الترويض، غير الترويض مثلا كاين اللي كيحتاج ترويض على النطق، ترويض البصري، غيان كوبور ترويض، غيان كنهضر غير على الترويض، ترويض على النطق في اعاقه وحده، كتحتاج ترويض بصري، ترويض على النطق، ترويض حركي، ترويض حركي نفسي، استشاره اخصائيه نفسيه، يعني مريض واحد كيحتاج مجموعه ديال، هنا في كتشكل صعوبه ديال تلبيه الطلبات ديال هذه الفئه. هنا السن معين لهذه الفئه؟ طبيعة الحال احنا حسب القانون الداخلي ديال المؤسسة عندنا مجموعة من الأقطاب، وكل قطب فيه واحد السن محدد اللي كنتعاملوا معاه على حسب الطلبات ديال هذه الفئة. كيف تساعدكم الإدارة العمومية على مستوى الإقليم؟ احنا بشراكة مع مجموعة من القطاعات العمومية، كنذكر على سبيل المثال وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة التكوين المهني كذلك اللي هي كتقوم بواحد العمل بإدارات كتعاوننا بالغوسوس اومان ولا الموارد البشرية. هذا هو مجال التعاون ديالنا، لان ما يمكنناش نشتغلوا بلا وسائل بلا موارد بشرية اللي هي من مختلف هذه الوزارات العمومية. دعم من المجلس البلدي او من المجالس المنتخبه، وهل لها دور في تنميه المركز، وهل بحثتم عن شراكه في هذا المجال؟ كاين هناك شراكه مع المجلس المدينه،
وكاين مجالات كثيره في التعاون، مي كنحتاجهم كنلقاوهم موجودين الحمد لله، وكنتعاملوا كاملين ودايرين اليد من اجل هذا الطفل المعاق. دكتوره نجات، ما هي النسبه المئويه للذين تتعاملون معهم، وكم عدد المعاقين الاقليم ان كنتم احصيتم عددهم؟ نقدر نقول لك واحد العدد اللي هو يستفيد من خدمات الملحقه الجهويه باسفي ازيد من 200 شخص يوميا من مختلف القطاعات، مختلف الاقطاب، يعني لا تكلمنا على القطب الطبي والقطب التربوي والقطب الاجتماعي القطب التكوين المهني، نقدروا نتكلموا على 200 مستفيد يوميا. كم عدد اصحاب احتياجات الخاصه الذين تساعدونهم، وهل يكفي المركز الاستقبال عدد اكبر؟ طبيعة الحال ما يمكنناش، عندنا واحد الطاقه استيعابيه. علاش؟ لانه عندنا مشكل اخر اللي هو نقص الاطر المتخصصه والمختصه في هذا المجال، اذا كنشتغلوا على حسب الطاقه الاستيعابيه ديالنا. كيف تقيمون عملكم وكيف تراقبونه وهل هناك تطور؟ بطبيعه الحال احنا عندنا اجتماعات مع، الحمد لله كاين تطور، كاين تطور ملموس، لان كنقدموا واحد الخدمات اللي كنشوفوا المنتوج ديالها ولا لو برودوي، كنشوفوا داك لاميليوراسيون ولا التحسن الطفل المعاق، يعني كنشوفوا قبل ومن بعد. هذا بالنسبه ليا تطور، ملي كنشوف شي واحد ما كانش يقدر يتمشى ومن بعد ولا تحسنت الوضعيه ديالو الصحيه ولا تيتمشى ولا اوتونوم تياكل بوحدو، بالنسبه ليا انا هذا تطور وانجاز كبير. ما هي الحالات التي تفرض عليكم استقبال بعضها من الاعاقات الجسديه والعقليه التي تفرض الاولويه؟ احنا هذا المركز كيهتم بالاشخاص في وضعيه اعاقه ذهنيه، يعني الاعاقه الذهنيه كما كتعرفوا فيها تتلد صبغي، فيها الشلل الدماغي، فيها الاعاقه الذهنيه الخفيفه المتوسطه العميقه، بالاضافه الى بعض الاعاقات الحركيه اللي نقدروا نتعاملوا معها هنا في المركز. كنشكركم على الاهتمام ديالكم بهذا المجال، مجال الاعاقه، وانكم خصصتوا نقطه في هذا المجال في الجريده ديالكم وهذا البرنامج اللي هو نساء ونساء. كنشكركم على الزياره وشكرا لكم على الاهتمام بهذا الموضوع. تمام.